بتشوفي تعليقات الناس ولا ما انت بتقولي ما ببصش على السوشيال ما ميديا بس ببصش، بس بتشوفي؟ لما حد بينتقد، وهو بقى بابايا الله يرحمه اللي كان بيبعت لي الحاجات دي، يعني لما حد بينتقد وحد فاهم في الانتقاد طبعا باخد برأيه. لكن مثلا يقولوا دينا رفيعة قوي، دينا ما انت يا فاكرة ريت قالوا يا عليكي حاجات كتيرة كده. قالوا أسوأ أصعب حاجة اتقالت، أسخف حاجة اتقالت، اسخف حاجة ما قالوا سلعوة. سلعوة اه عشان دي رفيعة يعني. اه يا ريت والله يا ريت اهو شايفي لا كنتي أرفع من كده، كنت اه كنتي بس أرفع. الفترة دي كنت في المستشفى على فكرة، يمكن عشان كده اتضايقت وقتها. يعني انا كان عندي مهرجان الجونة، وكان عندي التزام مع هادي الباجوري ان احنا عندنا اغنية بنصورها لمهرجان الجونة. انا كنت في مستشفى الجونة، ليه كنت عيانة عندك ايه؟ جالي اخدت دواء، الدواء ده طلع بينزل المية اللي في الجسم، وانا ما بشربش مية كتير، فانا كان يعني كان هيحصل لي مشكلة في جامدة الكلى يعني. وكده. مشكلة جامدة، انا جالي احساس كأنه هارت اتاك، ودخلت المستشفى وكنت معلقة محاليل فانا رايحة ريد كاربت، وانا اصلا يعني لسه شايلة حالا محاليل، فعارفة ما تصعب عليكي نفسك كده طبعا انه انك حاسه انه يعني النجوميه والشهره سخيفه لانها ضاغطه جدا كمان. يعني انا انسان عيان، كنت عيانه بالظبط لازم اطلع شكلي معين وحلوه.